اسمي أنجلة سليمان، كنت بسوريا أشتغل بمحطة تلفزيون التوجه تبع المحطة ضد النظام السوري. اضطريت أترك سوريا وطلعت نتيجة الظروف الصعبة اللي كانت بسوريا. شفتهم كيف عم بيحضروا تحت معلم. لا 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 ما راح احكي، صورت بس بكره بشوفه لما كنت بسوريا أنا كنت عايشة حياتي كتير منيحة ومستوى كتير منيح. بعرف إنه رفقاتي عندي الناس اللي بحبهم. أجيت لهون وأنا بعرف إنه أكيد يجني ما أنا هون. ما كنت متوقع كل هالقد. ايه هلا احيانا لهيك ما كتير احيانا كتير وقت لي افكر حالة اني قارن كيف كنت وكيف هلا، بحد ذاتها كتير فيها وجع. بس بتأمل، يعني عندي امل بانه اقدر ارجع اعمل شيء، اقدر ارجع مثل ما كنت، ولو انه بعرف انه رح يكون صعب كتير، تحديدا بهيك بلد انت ما عندك علاقات فيه، ما بتعرف لغته، ما بتعرف. بس رح احاول كتير اني اعمل شيء عشان الناس اللي موجودين جوا.